لمناقشة الملف السوري ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم سيد أحمد. وفقا لوزير الخارجية البريطاني فإن الأسد سيبقى لبعض الوقت بفضل الدعم الروسي، ما المقصود بالضبط من هذا التصريح؟ تخويفنا ودعوتنا للاستسلام، ونحن لن نخاف ولن نستسلم، لأن المعروض علينا من قبل النظام عبودية، أن نصبح عبيدا لنظام طائفي أقلوي. الأقلية العلوية هي أقل من 10% من السكان، تملك كل شيء في سوريا وتعامل باقي السوريين وخاصة العرب المسلمين السنة كعبيد. هذا الاقتراح من النظام ومن المجتمع الدولي نرفضه تماما وسوف نقاومه، ونحن لسنا بقايا المعارضة كما جاء في التقرير، نحن شعب مؤلف من ملايين البشر، نواصل ثورتنا ولدينا 5 ملايين حر في منطقة حرة في شمال سوريا. المقصود في التقرير فقط لتوضيح كان المعارضة في بممثليها سياسيا وليس الشعب ومواقفه إزاء النظام. ننتقل ما مهم المعارضة، المهم الشعب، وهو لم يذكر أبدا في التقرير. نحن الملايين، نحن المهمين وليس المعارضة وليس أكيد سيد أحمد. نواصل هذا النقاش عن الموقف البريطاني، كيف تقيم الموقف البريطاني وموقفه أيضا من العملية السياسية وعملية السلام في سوريا، خاصة مع تصريح وزير الخارجية البريطاني عن وقوف الأسد كعقبة في إحلال السلام؟ هذا يدل أن التصريح يعني فيه تناقض، هو سيبقى ولكن هو العقبة. فالتصاريح السياسية المتناقضة ولا تعبر عن موقف حقيقي، هي لمجرد الاستهلاك. يعني كان في وزير خارجية، نفس الوزير الخارجية البريطاني في الحكومة سابقا، كان يقول كلاما مختلفا تماما شديدا جدا ضد النظام، ولكنه لا يترجم إلى أفعال، مثلما كان الرئيس الأمريكي يقول بأن النظام انتهت صلاحيته وفقد الشرعية ولكن لا يقوم بأفعال تؤدي إلى ذلك. والآن يقولون بأن النظام سيبقى ولكنهم يقرون بأن بقاءه مستحيل لأنه غير قابل للتطور ولا بمقدار شعره. كيف تفسر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من سوريا بين تعجيل وتأجيل، ومن المستفيد الرئيسي من ذلك؟ متناقضة وتختلف كل يوم عن اليوم الآخر، ولا تليق برئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو قال سننسحب وبسرعة وكليا، ثم قال سننسحب خلال 4 أشهر، والآن يقول أنا لم أقل 4 أشهر. نعم. تصريحات متناقضة ولا قيمة لها أبدا، لأنها لا تعبر عن سياسة واضحة وتسببت بالكثير من الفوضى في المنطقة. ردا على سؤالك من المستفيد، حصل تزاحم ما بين كتلتين، الكتلة الأولى تضم الشعب السوري والجيش السوري الحر والجيش التركي، والكتلة الثانية تضم كل الوحوش، الغزاة الروس، الغزاة الإيرانيين، حزب الله اللبناني، والفصائل الشيعية العراقية الغازية لسوريا، إضافة إلى البي كي كي وفروعه السورية. معسكرين كل واحد يتسابق لتقاسم التركة الأمريكية، ولكن لا يوجد تركة حتى الآن لأنهم لم ينسحبوا، ولا نعرف لا متى ولا كيف ولا لصالح من سوف ينسحبون إذا انسحبوا. ما مدى وجود تناقض دولي في التعاطي مع المعارضة السياسية بتحييدها في وقت اعترف المجتمع الدولي بالميليشيا الحوثي في إعلان السويد في اليمن؟ لا أحد يريد لسوريا أن تكون حرة، لا أحد، فقط أصدقائنا في تركيا والشعوب العربية، وهؤلاء في موقف ضعيف، لأن معسكر الحاقدين على الحرية يضم أمريكا، يضم إسرائيل، يضم إيران، يضم روسيا، يضم كل الأنظمة العربية تقريبا كلها ضد أن تصبح سوريا دولة حرة وديمقراطية، وضد أن تصبح مصر دولة حرة وديمقراطية، وعندهم موقف حاسم وواضح ضد حرية هذه الشعوب، ولكن الشعوب ستنتصر لأنه زمن العبودية انتهى. نحن ذقنا طعم الحرية ومتمسكون به، ولو جاءت الدنيا كلها تعترف ببشار الأسد
نحن لن نعترف به، وسوف نحكم أنفسنا بأنفسنا في نظام للأغلبية وليس للأقلية، وفي نظام حر وديمقراطي 100%. هذا سوف يحصل عاجلا أم آجلا، ومهما كلف الثمن ولو كلف ملايين الشهداء. في سياق آخر، وإذا أصبح الانسحاب الأمريكي واقعا على الأرض، برأيكم كيف ستدير تركيا الأمور في منبج وغيرها من المناطق؟ سوف يكون كما قلت هناك تنافس وتزاحم، وفي منبج الآن في قوات النظام جنوب منبج، في قوات الجيش السوري الحر غرب منبج، في قوات الجيش التركي شمال منبج، وفي الشرق يوجد الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون والألمان والبي كي كي وفروع السورية. فإذا سوف يحصل تزاحم وتدافع بين كتلتين عملاقتين، الشعب السوري وتركيا من جهة، وبالجانب الآخر كل القوى الأجنبية في سوريا، روسيا وإيران والبريطانيين والفرنسيين وإذا بقي أمريكا. أمام هذه التطورات الدولية، كيف تتوقع صياغة الحل في سوريا، وما مصير لجنة صياغة الدستور؟ ما في حل بسوريا، ما في حل، لأن النظام لم يتراجع ولا شعرة، لا يقبل بأن يمنح الشعب السوري ولا ذرة من حقوقه، ليس 100% من حقوقه ولا 1%. يعني أنا كنت طرف في المفاوضات في جنيف، وفي جنيف 3 و4 و5 و3 جلسات مفاوضات كنا نتحدى المبعوث الدولي إطلاق سراح المعتقلين، لم ينجح. قلنا له فقط تأمين زيارة للمعتقلين، زيارة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمعتقلين، وفشلت الأمم المتحدة لأنها لا تريد في أن تؤمن ولو زيارة للمعتقلين. والنظام لم يتراجع، لم يقدم هذا الحق البسيط 1 مليون من حقوقه، أنه زيارات للسجناء. وبالتالي لا يوجد حل، ولجنة الدستور مصيرها الفشل الشديد، لأنه النظام غير قابل للتطور، لا يمكن إلا إسقاطه وبالقوة، وسوف نسقطه بالقوة.